محاضرتنا اليوم شباب هي الجرام ستين. بالمختبر السابق اخذنا السمبل ستين، زين هاي الجرام ستين، اخذنا بالمختبر السابق السمبل ستين وقلنا هي يوزنج وان تايب اوف داي، في حين الجرام ستين راح نشوف هنا التصنيف مالتها. هذا هو موضوع الستينينج، تايب اوف ستينينج تكنيك، يا اما سمبل ستين اللي اخذناه بالمختبر الثاني معناه استخدام سنجل ستين، زين وعرفنا شنو الايم مالته، هو فور ديمونستريت مورفولوجيكال شيب اند ارينجمنت، في حين الديفرنشال ستين هنا شويه راح تتطور المساله، راح نشوف بيها الايدنتيفيكيشن، نبدي نشخص على مستوى الجرام ستين او الاسيد فاست ستين، هاي في حاله الايدنتيفيكيشن. اكو صبغات خاصه ان شاء الله ناخذها بالمختبر القادم اللي هي السبور ستين اور كابسول ستين. هذا هو تصنيف الصبغات اخوان، هذا هو تصنيف الصبغات. اخذنا السمبل ستين اللي هي يوزنج وان تايب ستين، عرفنا الغرض من عندها المورفولوجيكال شيب اند ارينجمنت، واليوم راح ناخذ الديفرنشال ستين اللي هي الجرام ستين والغرض من عندها هو الايدنتيفيكيشن. جرام ستين، شنو الباك جراوند عن جرام ستين؟ هذا العالم اللي اسمه جرام، اوكي هذا هو طبعا المكتشف مالتها دانش جرام، سوري هانس كريستن جرام، اوكي هذا هو اللي اكتشف هاي الصبغه، ميز البكتيريا على اساس الجرام بوزيتيف اور جرام نيجاتيف. شباب ده سمعوني كلكم، صوت واضح عندكم؟ واضح دكتور. بس رافع السلايدات اعتقد ثابته بعدها على اللابترين. ليش؟ انا منطي عرض، اخاف من وراء الانترنت. يعني هسه انتم ما طلعت لكم صوره العالم؟ لا دكتور، على السلايد الاول. السلايد الاول طالع. سوري بس ثواني، لا اخاف اني نسيت اشيرها. طلعت دكتور. طلعت؟ اي نعم دكتور هسه. زين هاي ظاهر لانه دا انطي عرض. هسه هيك واضحه، خلينا نبدي بدون عرض. الكل واضح عندهم الصوره؟ واضح. واضح. تمام. زين. تمام. زين، إذا هذا العالم كريستين جرام هو اللي اكتشف هذه الصبغة. صنف البكتيريا على أساس جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. هسه نجي نعرف شنو معنى جرام بوزيتيف وشنو معنى جرام نيجاتيف. جرام ستين طبعا كلش 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 مهمة، لأنه منا إلى أن تتقاعدون من مهنة الصيدلة راح تجيكم بكتيريال جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف. صنفها على اساس هذا التصنيف اللي هي جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف، راح نبدي نصرف الادويه والانتي بايوتيك بالاعتماد على البكتيريا الموجبه او السالبه لصبغه جرام. زين جرام بوزيتيف راح تظهر تحت المجهر، راح تظهر فايوليت، يعني تظهر لون البيربل، اوكي اللون البيربل اللون البنفسجي. كثير من عندكم من اشتغلنا السمبل ستين ظهرت عنده هاي ظهرت عنده هاي البكتيريا اللون البنفسجي، اذا تتذكروها الشغل مالتكم الاولاني. تمام، بعض البكتيريا تظهر باللون الاحمر اللي هي جرام نيجاتيف، اذا الجرام بوزيتيف يظهر لونها بيربل، الجرام نيجاتيف يظهر لونها احمر. اتفقنا؟ زين شنو السبب؟ ليش هذه البكتيريا يكون لونها بيربل وهذه البكتيريا تكون لونها احمر؟ راح نجيها بالتفاصيل. ولكن بالاساس السبب يعود لتركيبه الجدار. اوكي؟ تركيبه تمام؟ زين راح ناخذها بالتفاصيل. زين
ناخذها بالتفاصيل. جدار البكتيريا الجرام بوزيتيف يكون حاوي على ماده اسمها البكتيدو جلايكان. البكتيدو جلايكان طبقه سميكه من البكتيدو جلايكان مثل ما تلاحظون بالصوره على اليسار. جرام بوزيتيف طبقه سميكه من البكتيدو جلايكان تغلف البكتيريا، تمام؟ ولكن البكتيريا السالبة تكون البكتيدو جلايكان عندها ثن كارايد، البوزيتيف تكون حاوية على على طبقة سميكة من مادة البكتيدو جلايكان مثل ما تلاحظون بالصورة اليسار، في حين البكتيريا النيجاتيف تكون حاوية، يكون البكتيدو جلايكان مالتها رقيق جدا ثن بالإضافة على احتوائها على البولي ساكرايد. زين، نجي على الجرام بوزيتيف. مثل ما قلت لكم يكون حاوي على البكتيدو جلايكان، يكون ثيك لاير، طبقة سميكة، اوكي. فهنا لما نجي نصبغ بالصبغة السمبل ستين اللي هي الكريستال فايوليت، الصبغة الأولية الكريستال فايوليت، راح تلتصق هذه الصبغة بطبقة البكتيدو جلايكان وتكتسب البكتيريا اللون البنفسجي بيربل، اوكي. زين، ولكن لما نجي نقطر البكتيريا بعد ما راح تفقد الصبغة، راح تظل مشلبة بهاي الصبغة ملتصقة بيها بعد ما تفقدها، في حين ان الجرام نيجاتيف بسبب طبقة البكتيدو جلايكان الرقيقة ما راح يلتصق بالكريستال فايوليت عند انهم بس مجرد انه نعرضه للديكولارايزر ايجنت اللي هو الكحول راح يقصر الصبغة. هنا اذا جاكم بالكويز سؤال شنو سبب تمسك الجرام بوزيتيف بالكريستال فايوليت في حين ان الجرام نيجاتيف تفقدها، راح تقولوا لي بسبب طبقه البكتيدو جلايكان تكون رقيق سميكه في الجرام بوزيتيف ورقيقه في الجرام نيجاتيف، لذلك هنا راح يصير بها ريتيننج تحتفظ بها، في حين بالجرام نيجاتيف راح تفقدها، تمام؟ ويا يا شباب تسمعوني؟ واضح دكتور. تمام واضح دكتور. ممكن تعيد السؤال؟ اعيده. في حاله انه اذا جيت سالتكم شنو السبب ان الكريستال فايوليت تبقى بالجرام بوزيتيف في حين تنفقد بالجرام نيجاتيف لما نعرضها للديكولارايزر ايجنت اللي هو الكحول، تقولون بسبب طبقه البكتيدو جلايكان، لان الجرام بوزيتيف تكون الطبقه ثيك سميكه فبالتالي تحتفظ بالكريستال فايوليت، في حين الطبقه البكتيدو جلايكان بالنيجاتيف تكون شنو؟ تكون ثن فبالتالي تفقد البكتيدو جلايكان، سوري تفقد الكريستال فايوليت، تمام شباب؟ زين، هنا شلون راح نميز بين الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف؟ الخطوه الاولى احنا راح نخلي الكريستال فايوليت للبكتيريا البوزيتيف والنيجاتيف، اتفقنا انه البوزيتيف راح تظل محتفظه بها، النيجاتيف راح تفقدها. الخطوه الثانيه راح نضيف الايودين. الايودين هنا وظيفته as mordant، مثبت، احفظوا لي اياها لانه احتمال يجيك الفانكشن، give the function of the following، انطي وظيفه الامور التاليه او المواد التاليه، راح اقول لك الايودين. واقف ما اعرف هو اني بعدني ما يعني انا دا احكي بس مجرد هي مو واقف انا موقف
زين. اذا الخطوه الثانيه راح نضيف الايودين حتى يثبت، راح يصير فد كومبلكس، راح يصير فد كومبلكس معقد بين الكريستال فايوليت الصبغه الاوليه البرايمري ستين ويا الايودين، هذا نسميه مثبت، راح يثبت الصبغه. الخطوه الثالثه راح نضيف الكحول، الكحول هو دي كولارايزر ايجنت، دي كولارايزر ايجنت قاصر يقصر. بالجرام بوزيتيف الدي كولارايزر ايجنت ما ياثر، لانه خلاص هذا الكومبلكس اللي هو الكريستال فايوليت والايودين لصق بالبكتيدوغليكان بالسطح الخارجي مال البكتيريا، وبعد ما ياثر عليها، بعد ما يقدر يقصر. في حين بالنيجاتيف، لانه احنا قلنا سبق انه قلنا الجرام نيجاتيف تكون الطبقه الخارجيه رقيقه من البكتيدوغليكان فبسهوله تفقدها. تمام؟ زين، الى خطوه الديكولارايزر ايجنت. الجرام بوزيتيف راح تظل محتفظه بلون الكريستال فايوليت لانه التصق بيها، وبعد اقوى ديكولارايزر ما يقدر ياثر عليها. الجرام نيجاتيف راح تظل كلرلس لانه انقصرت. راح نجي الخطوه الرابعه، راح نصبغ بالسفرانين. This is counter stain. إذا أسألك what the function of سفرانين تقول لي هي counter stain. counter stain. زين، هذه الصبغة إذا أضفتها للبوزيتيف والنيجاتيف، البوزيتيف ما راح تكتسبها لأنه سبق أن اكتسبت لون الكريستال فايوليت اللون البنفسجي. في حين الجرام نيجاتيف فقدت أي صبغة وظلت بدون لون، فراح تكتسب هاي اللون، راح تكتسب لون السفرانين الأحمر. فبالتالي الجرام بوزيتيف راح تكون بيربل، والجرام نيجاتيف تكون اللون شنو؟ واحد يجاوبني. أحمر. الكريستال فايوليت بيربل بنفسجي. وال ريد. ممتاز، تمام. طيب هاي الخطوات اللي راح نسويها اليوم. اول شيء راح نضيف الكريستال فايوليت للنيجاتيف والبوزيتيف، وراها راح نضيف الايودين. شوفوا احنا مو اتفقنا، قلنا لكم السمبل ستين بكل بساطه انتم بس ضفتوا صبغه وغسلتوها. شوفوا هنا اليوم الديفرنشال ستين شويه اعقد، خطواتها اكثر. كريستال فايوليت اللون البنفسجي، بعدين ضفت الايودين الموردنت المثبت، كريستال فايوليت نسميها البرايمر ستين، الايودين هي المثبت، وراها نضيف الكحول اللي هي دي كولرايزر ايجنت، واخيرا نضيف السفرانين اللي هي الكاونتر ستين. هاي خطوات العمل اخوان، هاي نسويها بالبوزيتيف وبالنيجاتيف. تمام؟ زين، هنا اكو مقارنة بين البوزيتيف والنيجاتيف. بالكريستال فايوليت اثنيناتهم راح يكتسبن اللون. بالايودين اثنيناتهم راح يسوون هذا المعقد بين يسموه كريستال فايوليت ايودين كومبلكس. معقد، لأن الايودين راح يرتبط بالكريستال فايوليت يصير معقد. زين. لما نضيف الديكولارايزر ايجنت اللي هو الكحول، الجرام بوزيتيف يا جبل ما يهزك ريح، راح تبقى ما تتاثر بالديكولارايزر ايجنت. النيجاتيف ايش راح يصير؟ راح يقصر اللون مالتها، راح تبقى بدون لون. زين، السفرانين الخطوه الرابعه، البوزيتيف قلت لهم اني بعد خلاص استقريت واخذت لوني اللي هو اللون الكريستال فايوليت بعد ما نصبغ باي صبغه. في حين النيجاتيف راح هي بدون لون، فراح تكتسب لون السفرانين اللون الاحمر. فاذا الجرام بوزيتيف بيربل بنفسجي والنيجاتيف ريد. تمام؟ زين،
هاي الخطوات اخوان، هاي الخطوات هنا، خطوات العمل بالنيجاتيف والبوزيتيف. الخطوه الاولى بالكريستال فايليت اثنيناتهن بنفسجي، بالايودين اثنيناتهن بنفسجي، بالديكولارايزر ايجنت البوزيتيف تبقى بنفسجي ما تتاثر، في حين النيجاتيف راح تبقى كلرلس بدون لون لانه انقصرت. الخطوه الرابعه نضيف السفرانين، الجرام بوزيتيف تبقى بنفسجيه، في حين الجرام نيجاتيف حولت للون الاحمر. واضح شباب؟ الصور واضحه وياي؟ تسمعوني؟ واضح دكتور. تمام تمام زين. نجي على الخطوات مال العمل. خطوات العمل نرجع نفس الحاله، راح نسوي سمير بريبريشن بالبدايه، راح ناخذ بكتيريا من الطبق مثل ما اشتغلنا بالمختبر الاول، ونسوي سمير بريبريشن، نسوي سمير بريبريشن، وبعدين نجي نصبغه بالجرام ستين. بالبدايه نضيف الكريستال فايليت 30 ثانيه الى دقيقه ونغسله، بعدين نضيف الايودين اللي هو الموردنت 30 ثانيه الى دقيقه ونغسله، بعدين الكحول. انتبهوا لي انتبهوا لي انتبهوا لي، من راح تشتغلون هذا الاسبوع؟ احنا مو وياكم، انتم تشتغلون وحدكم. هذا ما تضيفوا اكثر من 10 ثواني، مو تظلون عايفين على البكتيريا دقيقه، هذا قاصر قوي. 10 ثواني تمام، مجرد 10 ثواني الى 15 ثانيه وذبوه، وراها واشنج. والخطوه الاخيره هم تغسلوها، يعني ورا كل خطوه غسل. الخطوه الاخيره نضيف البرايمري سوري الكاونتر ستين، كاونتر ستين اللي هي السفرانين، وايضا ورا هم دقيقه واشنج 30 ثانيه الى دقيقه واشنج. زين هاي الخطوات، زين هاي الخطوات مال العمل. هنا احنا نعطيكم اطباق، هذا مستخدم ميديا سائله بالصوره، نفس الشيء. راح اخذ بكتيريا، اول شيء اعقم اللوب، اخذ بكتيريا، خلي قطره مي افرشها على السلايد، نسوي السمير بريبريشن. زين سويت هنا، شوف دا يسوي هنا باعوا هاي طريقه الراوندد، بحيث دا يفرش السلايد، دا يفرش البكتيريا على السلايد. بعدين هنا عرضها الحراره غير مباشره، احنا استخدمنا النار، هذا هنا دا يستخدم الهيتر. نفس الحاله، حراره غير مباشره للتثبيت ولقتل البكتيريا، ولكن ما يشوه شكلها الخارجي. تمام؟ زين بالبدايه هنا راح يبدي بالكريستال فايليت، راح يخليه الكريستال فايليت لمده دقيقه، بعدين يسوي لها واشنج، غسلها، واشنج ذا سلايد وذ ووتر، بعدين راح يجي يغطي السلايد بالايودين هم دقيقه، وراها غسل. تذكروا مع كل خطوه غسل، ورا كل خطوه غسل بالمي. تمام زين، بعدين كفر ذا سلايد وذ جرام ديكلارايزر، هنا راح اغطيها. شوفوا اخوان انتبهوا لي انتبهوا لي، خطوه كلش كلش مهمه وسجلوها. الديكولارايزر مو اكثر من 10 الى 20 ثانيه، حتى 15 ثانيه، من 10 الى 15 ثانيه، وراها تغسلوه، وراها تغسلوه. مو تجي تقول لي ما طلع لي شيء بالسلايد، راح تاخذ صفر ترى اذا تقول لي ما طلع لي شيء بالسلايد. تمام وياي يا شباب؟ دكتور بس السؤال، هو الديكولارايزر هو نفس الكحول المختبر؟ نعم نعم نعم، هو نفس الكحول. الكحول هو يستخدم كقاصر، ديكولارايزر يسموه، يستخدم كديكولارايزر الكحول 10 الى 15 ثانيه، وتغسلون السلايد. تجي تقول لي والله ما طلع شيء عندي بالسلايد، معناها سوري يعني انت اخذت صفر، هل هذا الاسبوع ماكو اي مساعده. بعد شغلكم وتقييمكم على اساس عملكم، فانتبهوا. زين الخطوه الاخيره بعد ما ضفت بعد ما قصرت بالكحول، الخطوه الاخيره راح اضيف السفرانين، هم تقريبا 30 الى 60 ثانيه يعني دقيقه، واغسل السلايد، ارجع اغسله، انشف السلايد،
هنا مستخدم الفلتر بيبر، كلكم استخدمت الفلتر بيبر، انشف السلايد من المي وبعدين اجي افحص تحت المجهر حتى اشوف هل هي بجرام بوزيتيف او جرام نيجاتيف. كم واحد من عندكم طلعت له هاي تحت المجهر؟ هاي الصوره مو صحيح؟ صح. هاي اذا مضبوط، هاي البكتيريا هي الجرام بوزيتيف بكتيريا، جرام بوزيتيف لونها بيربل، لون البنفسجي. اوكي هذه اخوان كم واحد طلعت له هاي الصوره؟ اي دكتور. تمام، هاي الجرام نيجاتيف. اخوان شنو الغرض من الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف؟ باكر ان شاء الله من صرون صيادله راح يشوفون انه الانتي بايوتيك المضادات الحيويه اكو المضاد، اكو عوائل تشتغل على الجرام بوزيتيف واكو عوائل تشتغل على الجرام نيجاتيف واكو عوائل تشتغل على اثنيناتهم. فانت على اساس الجرام بوزيتيف جرام نيجاتيف هذا التصنيف راح تنطي الانتي بايوتيك. بالاضافه انه مثلا الجرام بوزيتيف موستلي راح تشوفها بالابر ريسبيراتوري، زين، من التشست من الصدر وفوق تلقاها بال يعني الجزء العلوي من الجسم. في حين غالبا غالبا مو دائما ولكن غالبا الجرام نيجاتيف تلقاها بالجزء السفلي بالامعاء باليوريثرال يعني بالجزء السفلي. تمام، زين، مرات يصير عندنا خطا بالشغل. ليش؟ هاي الخطوات ممكن يكون اكو خطا بالعمل مالتنا، ممكن نستخدم كلتشر قديم، ومثل ما شفتوا بعض خصوصا يوم جماعه الثلاثاء صار عندهم هاي المشكله انه تطلع عنده كونتام، لانه البكتيريا ما تتحمل تبقى بالدرجه حراره عاليه يعني لمدد طويله مثلا 4 5 ايام، فينمو بيها بكتيريا ملوثه. اوكي، فهاي سبب لنا مشكله بالعمل مالتنا، انتبهوا لها. زين، اذا مثلا ما تعاملت بالايودين، زين هنا أنا راح اجيكم سؤال، اذا الايودين اذا ما ضفنا الايودين ايش راح يصير؟ من يجاوبني؟ ما راح تثبت الصبغات. بس واحد واحد دكتور، لما راح نسوي ديكولارايزنج الصبغه راح تروح من جرام بوزيتيف همات حال تصير جرام بالضبط. ما راح يحصل تثبيت للصبغه بالضبط. الكريستال فايوليت حالها من حال النيجاتيف، بس يجي الديكولارايزر راح يشيلها. تمام، احنا ثبتناها بالايودين، ثبتناها بالايودين. تمام، زين، طيب انتهت المحاضره اخوان، انتهت المحاضره. الاسبوع هذا الاسبوع راح تشتغلون وحدكم واكو تقييم بالدرجات، ولكن شويه راح يكون يعني خلينا نقول شويه اكثر شده باعتبار انكم اشتغلتوا بيدكم، عرفتوا شلون تستخدمون المايكروسكوب. تمام، اللي اريده من عندكم نزلت لكم فيديو، اللي ما ركز، اللي ما يعني لحق، خلينا نقول اللي عنده مشكله ما يفتهم، اكو فيديو موجود على الكلاس روم يوضح لك الخطوات، اختلاف بسيط بين خطوه وخطوه بس هي يعني ذا سيم نفس الشيء. تمام، احد عنده سؤال؟ شباب منو عنده سؤال؟ تسمعوني شباب؟ اكو احد عنده سؤال؟ احد عنده سؤال؟ دكتور؟ نعم تفضلي. بس العفو قلت قبل شويه انه الجرام نيجاتيف اكو عوائل تشتغل عليه واكو على الجرام بوزيتيف واكو على اثنيناتهم، شلون يعني؟ من ناحيه تكوين الاجسام المضاده لو شلون؟ لا، احنا الانتي بايوتيك المضاد الحيوي اكو بيه تقريبا 5 عوائل، اكو عوائل تشتغل على السطح الخارجي بالبكتيريا، اكو عوائل تشتغل على الدي ان اي مال البكتيريا، واكو عوائل تشتغل انه تثبط عمليه تكوين الام ار ان اي والى اخره. اوكي، اكو تشتغل على الريبوسومات. زين، ف اللي يصير شنو؟
الجرام بوزيتيف قلنا السطح الخارجي مثلا اللي تشتغل على السطح الخارجي. الجرام بوزيتيف مثلا سطحها الخارجي مختلف تمام فتشتغل عليه. الجرام نيجاتيف مثلا بي ال بي اس اللي لايبوبوليسكرايد ما تشتغل عليه وهكذا. واكو لا اكو انتي بايوتيك احنا نسميه ان شاء الله راح ناخذه بمختبر الانتي بايوتيك ان شاء الله يعني ما نستعجل عليه اللي هو البرود سبيكترام نسميه برود سبيكترام. اوكي البرود سبيكترام اللي هو يشتغل على الكل تمام واضحه الفكره تمام دكتور واضحه شكرا. زين هلا زين هسه راح انزل لكم الحضور شباب راح انزل لكم الحضور بالتعليقات. عليكم السلام تفضل. يثبت الصبغه يثبت البكتيريا يثبت الصبغه حبيبي راح يصير يسموه كريستال كريستال فايليت كريستال فايليت ايودين كومبلكس كريستال فايليت ايودين كومبلكس تمام. هذا الكومبلكس بالجرام بوزيتيف الديكولرايزر ايجنت ما ياثر عليه صخره قويه ما يقدر الديكولرايزر عليها. في حين بالجرام نيجاتيف لا يقصر ابوها يشيلها ويطلع قبل تمام تمام عيني. هذا نزل لكم الحضور سجل الحضور قبل ما تطلعون سجل الحضور حضور نزل لكم اياه بالتعليقات سجلوا حضوركم شباب. دكتور خطوه خطوه بعد ما نحسب بما نشوف استاذ لا خوش سؤال سؤال فاطمه مهند خوش سؤال انه دكتور بين خطوه وخطوه بعد ما نغسل بالمي ننشف السلايد لو بس اخر شيء ننشفه لا بس اخر شيء ننشفه. اوكي شباب بس اخر شيء ننشفه تمام. بس اخر شيء النشفه ارجعي للفيديو ارجعي للفيديو وشوفي الخطوات ارجعي للفيديو فاطمه راح تلاحظين الخطوات. اخوان من نثبت المسحه بعد ما نحتاج النار من راح نثبت المسحه بعد ما نحتاج النار نطفي النار. اوكي زين بعد من عنده سؤال